السلام عليكم. هذه واحد يومين ولا ثلاث ايام شفت واحد ليميسيون في مغرب تي في، فوتو هذاك فيصل، هذاك ديجا راه نصاب، ديجا نصب عليا انايا، خلي الناس الاخرين اللي كانوا قبل. انا ما فهمتش هذه مغرب تي في تعرضوا ويجي يواجه الناس في لا تيليفيزيو يقول لهم باللي كاين كاين كاين، ويا ما كاين والو، غير الخاوي هذاك راه غير كذاب. واخا نتلاقى معاه في الزنقه نشدو نقول له انت راك خاين. زفتني عند واحد في بركان، ها هي لاكارت ديالو، ها هي زفتني عنده هو، مشيت عنده الفيلفورت وزفتني عنده، يسموه هشام سوعي، قال لي اعطيه 500 اورو غادي غير شهر القضيه ديالك تكون صوبت الاوراق وكل شيء. هو غير كذوب، راه ما كاين والو. انا ما فهمتش هذا نصاب وتجيبوه كيهضر علينا حنايا اللي ديجا رحنا في مشاكل كبار، وتزيدوه هو يزيد لنا المشاكل وتعرضوه في مغرب تي في. حنايا عييت نعيط ليميسيون، الخيط ما بغاش يفوت لي، توتو غير اللي كتبغيو نتوما. حنا ملي كنعيطوا سي توجور اوكيبي اوكيبي اوكيبي، هذا الشيء ما عرفتش فين غادي يوصل. حنا رايحين وزايدين هكذاك، هذه مغرب تي في عمية ولا ما نعرفش شكون. حتى جابت هذا كيهضر في الناس، هو ديجا راه نصاب ونصب عليا انا اللي نهضر معاكم، ماشي عاد خلي الناس الاخرين اللي كنعرف اللي داله زفتهم. كاين ثلاثه